فمن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ولزوم السمت الحسن والاستقامة على الخير. ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا معنى قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء الحفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم وما منحه الله من الذكاء والفهم، قال: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره، فاحذر أن تطفئه بالمعاصي. أو كما قال رحمه الله. فالوصية لجميع الطلبة والطالبات الوصية الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك، من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية بالدرس والمذاكرة فيه مع خواص الزملاء، وعند العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.